Fiber to the home. واو، من أين يجب أن نبدأ؟ محتار بين تقنيات الاتصالات التكنولوجية ADSL, VDSL, XDSL, نحاس، كابلات، ألياف، نطاقات واسعة، سرعة عالية، نطاق التردد FTTC, FTTB, FTTH وتقنيات الجيل القادم؟ كفى، كلها سهلة جداً. حقاً، كل ما يهمك هو الحصول على إنترنت فائق السرعة للإرسال والاستقبال الفوري للأغاني، الصور أو الفيديو، إجراء مكالمات هاتفية أرخص ومكالمات فيديو مع العائلة والأصدقاء أينما كانوا، العمل من المنزل بسهولة كما هو الحال في المكتب، مشاهدة برامج التلفزيون عالية الدقة أو متابعتها على الإنترنت، مشاهدة الفيديو عند الطلب، الاستمتاع مع أصدقائك باللعب عبر الإنترنت، الحصول على تخزين فوري للبيانات عبر الإنترنت ومشاركتها مع العائلة والأصدقاء وغيرها. إنها حقيقة، فمن بين كل التقنيات والحلول Fiber to the Home FTTH هي الطريقة الأسرع والأكثر فعالية للوصول إلى الإنترنت. وماذا عن حلول أخرى إذن؟ الموبايل إنترنت أبطأ كثيراً من FTTH، وخصوصاً مع زيادة الضغط على الشبكة المتوفرة من قبل المستخدمين في نفس المنطقة. الإنترنت عبر الأقمار الصناعية هو أيضاً أبطأ بكثير من FTTH، مما يعرقل المحادثات الهاتفية وغيرها من الأنشطة التفاعلية. التكنولوجيا الثابتة الأخرى كالـ ADSL تستعمل خطوط معدنية وتوفر سرعة اتصال أبطأ بمئة مرة من الفايبر. في الوقت نفسه قد تستغرق ساعة لتحميل فيديو HD عالي الدقة، وهذا إذا كنت محظوظاً وليس هناك من يستخدم الإنترنت من أفراد عائلتك في نفس الوقت. هل سمعت أطفالك يشكون من ذلك؟ الآن مع Fiber to the Home يمكنك الحصول على ألياف ضوئية فائقة السرعة مباشرة إلى منزلك، المكتب أو المبنى. كيف يمكن ذلك؟ ببساطة، لأن الألياف الضوئية هي جدائل زجاجية مرنة بسمك الشعيرات ينتقل من خلالها الضوء. هل سمعت عن سرعة الضوء؟ هذا هو بالضبط ما نعنيه. فقط تخيل، مع Fiber to the Home يمكنك الحصول على فيلمك المفضل في دقائق معدودة، حتى لو كان أطفالك في مكالمة فيديو مع جدتهم. وهذا ليس كل شيء، لأن FTTH هي تكنولوجيا مستقبلية ذات سعة غير محدودة. عدة ملايين من المنازل الأوروبية بالفعل تستمتع بمميزات Fiber to the Home. وأنت، متى سيتم إيصالك للإنترنت فائق السرعة؟